إضاءة معبد فيلة كان تزامنا وتماشيا مع اليوم العالمي للمبتسرين. والحقيقة إنه مصر وأبنائها من الأطباء كان لهم دور عظيم جدا في الارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمبتسرين، واسمهم معروف مش بس محليا إنما محليا ودوليا. واحدة منهم هي أم المبتسرين دكتورة عبلة الألفي، ضيفتنا النهاردة وضيفة على أي مائدة أو مؤتمر بتتكلم عن الأطفال المبتسرين. دكتورة عبلة الألفي، تفضلي يا دكتورة. سعيدة بوجود حضرتك. متشرفة جدا وسعيدة بوجودك يا دكتورة، واسمك علم في مجالك، وكمان سعيدة بوجود عدد من تلاميذك وزملائك الأطباء اللي موجودين. سعيدة جدا بيكي. ومع اختراع أول حضانة لطفل مبتسر كانت دكتورة عبلة طالبة في كلية الطب. احكي لنا حدوتة علاقتك بالأطفال المبتسرين من لما كنت طالبة في كلية الطب يا دكتورة. حقيقي أنا علاقتي بالأطفال عامة كانت من أول ما قررت أدخل كلية الطب، لاني من صغري وانا حتى ما بين اخواتي واصحابي انا الكبيره بتاعتهم اللي دايما باخد بالي من الصغيرين. دخلت كليه الطب وكنت حابه قوي الاطفال، وكان عندي موديل كده في الكليه، استاذي كنت مثلي الاعلى. لما اتخرجت من الكليه كان ليا، كنت رابعه الدفعه وكان في تخصصات متوزعه، كنت عايزه باخد اطفال، لكن للأسف الأول على الدفعة كان عايز ياخد أطفال، فقررت إن أنا أسيب الوظيفة، مش هاخد وظيفة في الجامعة عشان مش عايزة أشتغل غير أطفال، وسافرت برا مصر. وكانت أول لقاء معايا مع المبتسرين، إن دايما الدكاترة كلهم لما بيشتغلوا عام وبعدين ياخدوا مبتسرين، لكن أنا تخصصت مبتسرين من أول يوم كدكتورة. اشتغلت دكتورة مبتسرين ووقعت في غرامهم، لأنهم حاجة فيري فراجايل، قابلة للكسر. ما بيشتكوش، أعراضهم كلها متقاربة، فلازم تبقى عينيكي مركزة عليهم وبتشتغلي معاهم بمنتهى الحب عشان تقدري تعالجيهم. أحيانا يا دكتورة عشان نقرب قيمة الشيء وأهميته لازم نذكر بالسياق. السياق بيقول إنه حتى السبعينات من القرن الماضي كانت دول العالم الثالث أو الدول النامية نسبة وفاة الأطفال فيها أكتر من 50%. ده حقيقي. والسبب هو الولادة المبكرة، احتياجهم لرعاية صحية أكبر. ده حقيقي. والحد أواخر السبعينات فكرة الحضانات دي ما كانتش موجودة. ده حقيقي. أنا خرجت من جامعة المنصورة وما كانش في حضانات في المنصورة لغاية ما أنا اتخرجت، يعني هي 78 دي كانت القاهرة وعين شمس، لكن المنصورة ما كانش فيها حضانة. الطفل المبتسر الحقيقة مشكلته الكبيرة ان هو من اهم اسباب وفيات الاطفال حديث الولادة، واهم اسباب الاعاقة، وعشان كده هو حمل في مصر فظيع لازم نركز عليه. لازم لو احنا عايزين نخفض وفيات حديث الولادة فعلا لازم نشتغل على الاطفال المبتسرين، واسبابه كتيرة وسهل منعها، ودي النقطة اللي هي حركنا احنا والشباب الجميل ده في الجمعية، ان احنا نشتغل عليها ازاي نمنعها، ازاي نقللها، وازاي نحسن مخرجاتهم، يعني بدل ما يبقى طفل معاق يبقى طفل سليم، وده ممكن وسهل ونقدر نعمله، بس له آلياته اللي لازم نشتغل عليها.